أعربت ستيفاني ويليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة في لقاء صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف عن تفاؤلها بمفاوضات الشأن الليبي الخاصة بالترتيبات الأمنية التي تتواصل في مناخ إيجابي، معلنة عن أن طرفي النزاع الليبي توصلوا إلى توافق حول ضرورة الاستمرار في خفض التصعيد العسكري فضلا عن فتح المسارات الجوية والبرية. After 2 days of the first face-to-face direct talks between the two Libyan delegations to the 5+5 Joint Military Commission, these talks, which have been marked by a great degree of patriotism and professionalism and an insistence on maintaining Libya's unity and sovereignty. وأكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا أن التدخل الخارجي في البلاد الغارغة منذ سنوات في النزاع والقتال كبير جدا وغير مقبول، مشددة على ضرورة رحيل المرتزقة حسب ما اتفق الليبيون في مفاوضات اللجنة الأمنية 5+5 على ضرورة رحيل كافة المقاتلين والمرتزقة من البلاد خلال 90 يوما بعد تشكيل حكومة موحدة. I am pleased to report that the two sides have reached agreement on several important issues which directly impact the lives and welfare of the Libyan people. وحسب تقديرات الأمم المتحدة أن مباحثات جنيف توصلت بالفعل إلى إجراءات لبناء الثقة ستسهم إلى حد كبير في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ينقل المفاوضات من مرحلة المسار الأمني إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية. مباحثات الإجراءات الأمنية الخاصة بالشأن الليبي في جنيف تقترب من مرحلة الأخيرة لتدخل في مرحلة التسوية السياسية. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.